مرحبا بكم طلاب الصف الرابع الاعدادي بدرس جديد من دروسنا للغه الانجليزيه. طبعا راح نكمل وياكم الكورس الثاني باليونت الخامس بدون مقدمات وقواعد. اليونت الخامس بي ثلاث مواضيع رئيسيه، هذني موضوعين وهسه اكتب لكم الثالث. الموضوع الرئيسي الاول باليونت الخامس invitations معناه الدعوات. لما تدعو شخص الحاجة معينة، مثلا تدعو شخص العشاء، تدعو شخص الكوب قهوة، الكوب كذا، هذا كله ينطوي تحت هاي القواعد اللي هسه راح ناخذها. invitations معناها الدعوات. الدعوات تنقسم عندنا قسمين. القسم الأول قسم يقول لك would you like to come to زائد تكمله. طبعا هاي القاعدة المدرسين صاغوها حتى تلائم الجمل اللي عندكم بالمنهج. Would you like to come to؟ هاي القاعدة نستخدمها بملاحظات. أولاً إذا جاء في الجملة، إذا لقيت بالجملة كلمة to بعدها your، to your، نستخدم القاعدة رقم واحد. ايش نستخدم يا قاعدة رقم واحد اللي هي would you like to come to. اذا لقيت بالجملة to your نستخدم القاعدة رقم واحد. اثنين، نحول to زائد your، احنا مو لقينا to your واختارين القاعدة رقم واحد، هسا نحولها الى my، شو تصير to your إلى my. الملاحظة رقم ثلاثة يقول لك إذا لم نجد to your، إذا ما لقيت to your نستخدم القاعدة رقم اثنين واللي هي would you like to زائد المصدر، والمصدر نقصد به هو الفعل المجرد الخالي من أي إضافة. زين، إذا لم نجد to your بالجملة نستخدم القاعدة رقم اثنين. عرفنا شو وقت نستخدم القاعدة طبقا لهاي الملاحظات. قلنا إذا لقينا to your نستخدم القاعدة would you like to come to، إذا ما لقيناها نستخدم القاعدة would you like to، وزائدا مصدر علامة استفهام بالثنين، لا تنسى علامة الاستفهام، لأن إحنا جاي نكون دعوة. بذني صيغة الأسئلة، انتبه على ذني الجملتين لأن جدا مهمات. صيغة الأسئلة تجيك بصيغتين، أما بصيغة الترتيب يكتب لك بنهايتها مطلب السؤال unscramble، يعني رتب unscramble، أو يقول لك invite. وين ما شفت invite بالجملة معناها دعوة، مشتقة من invitations الدعوات. هسه إذا نريد نحل هاي الجملة بالبداية نعرفها هاي بيا موضوع. طبعا هاي بالinvite قايل لك invite، ادعو معناها ادعو. invite ادعو، ادعو your friend to your party بدون معنى، بس مجرد تطبق عليها الملاحظات تنحل. شو تقول؟ تقول يا با استاذ قال لنا عندنا to your نختار قاعدة رقم واحد would you like to come to، تنزل القاعدة يكون الجواب هالشكل would you like to come. الحد هنا تحليت نص الجملة. ايش كاتب لك بعدين؟ نحول to your الى my، لان عندنا to your تحولها الى my، وبعدها تكملة الجملة إذا عندك تكملة party، لا تنسى علامة السؤال would you like to come to my party، معناها أدعو your friend صديقك to your party، أدعو صديقك لحفلتك. صارت صارت هل ترغب would you like to come to my party، يعني صارت هل ترغب في القدوم إلى، هاي هل ترغب في القدوم إلى،
وكذا حاجتك من اللي بعدها. Would you like to؟ هل ترغب في؟ اللي يريد ترجمتها ترجمناها Would you like to؟ هل ترغب أو هل تحب إلى آخره. الصيغة الثانية، الصيغة الثانية نعطيك إياها ترتيب جملة مخربطة وتترتبها على أساس قواعد الـ invitations. invitations قلنا دعوات بها قاعدتين، بها to your وبها ما بها to your. إذن راح نرتب هاي الجملة، نعطيك إياها dinner would my you house to for to come like. بالبداية أنت لازم تعرفها invitation من القاعدة. شو عندك هنا؟ عندك would. الود هي قاعدة الـ invitations. إذن هذا الموضوع موضوع دعوات. Would you like, would you like to, عندك come. إذن القاعدة الأولى Would you like to come to my house. هسا احنا طبقنا بس مجرد القاعدة، حلت عندنا الجملة بسهولة. نحلها، شو تقول؟ تقول would you like to come to، ونزلنا الماي لأن هي أصلها to your وتحولت to my house for dinner. for dinner علامة استفهام لا تنساها، for dinner اللي هي نهاية الجملة. الدعوة قلنا بها قاعدتين وتكمل حسب هاي الملاحظات اللي انطيتك اياها. عندنا موضوع ثاني اللي هو الاوفر. اوفر اقصد به العرض. لما تريد تعرض على شخص معين مثلا طلب مساعدة، شو تقول له؟ تقول له هاي القاعدة shall I زائد المصدر، وقلنا المصدر هو الفعل المجرد. خاف احد ناسي، فعل مجرد shall I زائد فعل مجرد. الفاعل مالتنا دائما يكون you دائما. لو نريد نخليه بمثال يقول لك help you with your baggage. help you with your baggage، وقايل لك بنهايتها offer. قايل لك help you with your baggage وقايل لك offer. الoffer معناه عرض. العرض بقاعدة واحدة فقط قال لنا اياها الاستاذ. هاي القاعدة شو تقول؟ تقول shall I زائد فعل مجرد. تنزل الشال اي نزلنا الشال اي المصدر مالتنا help فعل ايش كاتب لك؟ كاتب لك you help you وتكمل الجملة اذا عندك تكملة اللي هي with your package. خلي علامة استفهام بالنهاية. طبقنا مجرد طبقنا القاعدة. كاتب لك help you with your baggage. offer اعرض. shall I help you with your baggage. وتكمل الجملة كما هي. او ينطيك اياها بصيغة الترتيب اللي اخذناها بالدعوة. صيغة الترتيب ينطيك الجملة مخربطة وانت على اساسها ترتب. شلون ترتب وشلون تعرفها offer. الoffer ب shall. اذا shall موجودة. هذا الموضوع موضوع offer. shall I shall I get shall I get. الشال موجودة بالقاعدة، الآي موجودة بالقاعدة، المصدر موجود بالجملة، مصدرنا get يحصل shall I get you الفاعل مالتنا. نكمل الجملة لأن هسه هي حلت ونفكر مسها. shall I get you تلحد هنا حليت نصها، الباقي حسب معنى الجملة. تقول shall I get you a glass of juice of، وتخلي question mark اللي هي علامة الاستفهام. ننتقل للموضوع اللي بعده. الموضوع اللي بعده يقولون عليه promises. promises معناه وعود. الوعود بها قاعدة رئيسية واحدة، هي قاعدة لو إثبات لو نفي. طبعا يأتي مع الإثبات أو النفي. لو يجي ويا الإثبات لو نفي يعني ما بي علامة استفهام، ما بي question mark. القاعدة الرئيسية مال promises أو promises تبدي بـ I will.
I will زائداً مصدر، والمصدر قلنا هو الفعل المجرد الخالي من أي إضافة، فعل مجرد زائداً فاعل، والفاعل دائماً يكون يو زائداً تكملة إذا كانت أكو تكملة. هنا نقطة، لأن قلنا إثبات لو نفي هاي القاعدة اللي تستند عليها بيمن فيليب راموسيس، هاي قاعدة إثبات ما بيها نفي. زين إذا أردنا نفيها بس مجرد نضيف not للول أو اختصارها won't، يعني will not الاختصار مالتها won't. هاي ملاحظة لازم تبقيها عندك، شب will not اختصارها won't بالنفي، بس مجرد نضيف not صارت عندك بالنفي. صيغة السؤال أو صيغة الأسئلة تجيك بهالصيغة هاي، promise to write to your friend during the holiday، قل لك أوعد صديقك أو أوعد لكتابة لصديقك خلال العطلة. شلون توعده؟ توعده حسب أساس قلنا هاي القاعدة، تنزل I will زائدا فعل مجرد اللي هو المصدر والفاعل مالتنا يو. الحل مال هاي الجملة ما طول promises معناه هاي القاعدة، ما طول offer معناه هاي القاعدة، invitation هاي القاعدة، كل وحدة مختلفة عن الأخ. promise أوعد I will قايل لك مصدر، المصدر مالتنا right. شباب أغلب الأحيان يكون الحل بذن المواضيع بعد to، يكون الحل بعد to، هاي لازم تبقيها ببالك هذا الموضوع وهذا الموضوع وأيضا هذا الموضوع، يكون الحل بعد to وراها write، إذن صار وراها الفعل I will write، I will write الفعل. I will write to you، وتكمل الجملة وبنهايتها نقطة. إذن حلينا هسه جملة الوعد promises بهاي الطريقة، I will فعل مجرد والفاعل مالتنا دائما will، وبنهاية الجملة نقطة. مرات ينطيك إياها بهالصيغة هاي، وش يقول لك؟ يقول لك unscramble، والunscramble معناها رتب. شلون ترتيبها يكون؟ ترتيبها يكون حسب القاعدة. شلون تعرفها promises؟ تعرفها أيضا من القاعدة، ينطيك القاعدة من ضمن الجملة. يعني عندك I will، أنت ذاتيا ولا إراديا قاعدة I will هي قاعدة promises، قاعدة وعد. I will الفعل مالتنا send، أنا سأرسل. I will send فاعل مالتنا you، I will send you a postcard from Egypt، سأرسل لك بطاقة بريدية من مصر. هذا كل ما يخص مواضيع invitations offers promises، كل واحدة بها قاعدة تميزها من خلال القاعدة مالتها. أشوفكم بالدرس الجاي إن شاء الله، والدرس الجاي راح يكون حول موضوع المستقبل البسيط والمستقبل المستمر، حتى يكمل وياكم الأزمنة تقريبا اللي أخذناها كلها من بداية السنة لحتى هسه.